جامعة أمس حصل تمويل في شهر أغسطس الماضي 16 أغسطس وإنها إلى مجموعة من الأفكار والقواسم الفكرية والتمويلية المشتركة. وهذه الأفكار تم التداول حولها خلال الشهرين الماضيين. اليوم اجتمع المجلس وناقش سابق وطيلة التمويل وطيلة جامعة القاهرة للتمويل وانتهى إلى نص الوثيقة. ما هيكون في إطار مجلس قضاء التمويل الصالون الثقافي اللي هو على نحو مسبق واللي هيتعمل هنا في قاعة الاحتفالات وهيكون في مساحة الحوار كبيرة لأن فكرة الميكروفون دي بقى اللي احنا ابتدينا نبطل الميكروفون في التعليم الأستاذ يتكلم والتلاميذ إيه؟ يسمعه. فإحنا عايزين نعمل ده برضه في الندوات، تكون ندوات حوارية تقوم على النقاش بين الضيف والمفكر والفنان والشخصية وبين السادة بنأكد مدنية جامعة القاهرة ومدنية مصر. وإن إحنا هذه الجامعة بتقوم على التفكير العقلاني وعلى قبول الآخر وعلى التعايش وعلى عدم التمييز بين كل من ينتسبون إليها. بنأكد في الوظيفة دي على ضرورة تطوير مناهج التعليم عشان تنمي عند الطالب القدرة على الفهم، القدرة على المقارنة، القدرة على الإبداع. خلاص بقى عصر الحفظ والتقييم ده انتهى من زمان. الحقيقه الوثيقه ديت بتشير الى كثير جدا من الامور ومنها ان جامعه القاهره الان بتتحول الى جامعه من الجيل الثالث. صحيح. ايه خلاصه جامعه الجيل الثالث؟ ان احنا مش من اجل العلم والتعليم بس، احنا عايزين نفيد البلد دي. صحيح. عايزين البحث العلمي يحل مشاكل الاقتصاد. احنا هنبتدي على طول في تنفيذ مجموعه من الندوات والمسابقات، لكن في نفس الوقت احنا شغالين على التفكير على افكار جديده ووضع اليه جديده. لكن احنا فعلا ابتدينا، يعني احنا عملنا محاضره مهمه جدا عن تفكيك الارهاب، عملنا حفل كبير جدا، وستتابع الحفلات والندوات والمسابقات وايضا بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المصري من اجل نشر وثيقه التنميه.